رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية في مصر. يعني انت شايف النهارده، يعني نتكلم النهارده عن المعرض اللي معمول في جامعه القاهره، تحديدا كليه اعلام مبنى الامتحانات. هو ده المعرض الاول لينا في جمعيه احنا مصر، معرض الملابس الاول. احنا عاملينه باسعار رمزيه لطلبه جامعه القاهره، يعني كمشاركه مجتمعيه من الجمعيه للطلبه. وده مش هيبقى اول معرض ان شاء الله احنا هنعمل في كل ترم معرض ان شاء الله في جامعه القاهره، زائد ان احنا هنروح ان شاء الله اسكندريه واسيوط، هي غير الثلاث جامعات الكبار اللي هنبدا بيهم ان شاء الله. هل الموضوع المعارض دي بتتم عن طريق بروتوكولات بينك وبين الجامعه ولا بتتم ازاي؟ لا طبعا، يعني احنا بنبقى محتاجين على مع الجامعه الاول، هي بتوفر لنا القاعه، تقدر ما بتاخدش منا ايجار القاعه، توفر لنا كل الامكانيات اللازمه اللي بنحتاجها. احنا بقى بنتصرف، يعني احنا اللي بنجيب الملابس، بنخاطب المصانع والشركات والناس اللي عندهم ملابس، يبتدوا يجيبوا لنا ملابس. نوعيه الملابس يعني نوعيه احنا عندنا المعرض النهارده فيه 1200 قطعه. 1200 قطعه دول متقسمين 750 قطعه حريمي و450 قطعه رجالي. 80% من الملابس ملابس كلها جديده من المصانع، ال 20% هي اللي متفاجئين بيها الناس. يعني هي اغلبها بيبقى كبار، ما عندناش اطفال. للشباب ملابس تتراوح بيعها النهارده من كام لكام؟ احنا لو هنتكلم عن اسعارها الحقيقيه هنتكلم في الاسعار بقى الاسعار الصغيره، لكن احنا بنتكلم في اسعار اللي هو ما بين 5 جنيه جايه تخلص كده 20 جنيه عشان خاطر ده مساعد ايوه مشاركه مجتمعيه ان هم الطلبه يقدروا يشتروا الحاجات. يعني السعر الموجود دلوقتي انا الدكتوره دينا مادة الشلاوي، مدرس مساعد كليه الطب اسنان جامعه القاهره. انا عضو مجلس اداره جمعيه احنا مصر. احنا جمعيه شبابيه اهليه، لينا عندنا 3 محاور، محور خدمه المجتمع والعمل العام. والمعرض دوت المعرض الاول خالد الملابس للطلبه في جامعه القاهره، ده اول معرض لينا. كلمنا عن معرض، يعني كم قطعة ملابس موجودة في المعرض؟ تقريبا 1600 قطعة ملابس، حوالي 750 بنات و 550 رجال، لأن في الجامعة الأغلبية بنات، فئة بنات، الأغلبية بنات. وده أول معرض إن شاء الله، ده بداية سلسلة معارض ثانية إن شاء الله في جامعات مصر. عايز أعرف يعني نوعية الملابس والخامات الموجودة في الملابس، هل هي جديدة؟ هل هيستعمل أول مرة؟ لا هي جديدة، معظمها جديدة وماركات وحاجات نظيفة جدا. حضرتك ممكن تصور لوكا وحتى لو مين بيحكي فلوس جودة العرض، يعني مين بيحكي فلوس جودة عالية وفيها أغلبها شكل، يعني احنا داخلين عندنا خاص بالشكل وفي بعض الملابس. أستاذ يوسف سعيد رئيس مجلس إدارة جمعية احنا مصر. طب حضرتك احنا مش